كن جميلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعم سنوي عام في الإملاء راه الصفحة بين 202 203 على بركة الله. غنديرو فيديو قصير خفيف ظريف. إذا أجمع الكلمات الآتية وأبين نوع التاء فيها مع ذكر السبب. إذا كتبوا الكلمة ممثلة ممثلات، نجمة نجمات، مهاجرة مهاجرات، أم أمهات، راع رعاة، مألوفة مألوفات، خطوة خطوات. صافي. إذا الممثلات تاء مبسوطة، من نجمات تاء مبسوطة، مهاجرة تاء مبسوطة، أمهات تاء مبسوطة، رعاة تاء مربوطة. إذا الوحيدة اللي فيها تاء مربوطة هي رعاة، ثم مألوفات مبسوطة، خطوات تاء مبسوطة. غنجيو نشوفو هذوك الممثلات لماذا تاء مربوطة. لأن جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم دائما تاء مربوطة. نجمات تاء مربوطة لأنها جمع مؤنث سالم. مهاجرة تاء مبسوطة عفوا لأن جمع مؤنث سالم. الأمهات تاء مبسوطة ماشي جمع مؤنث سالم لأنها جاءت بعد مد ولا تنطق هاء. جا واحد المد ساكن وكما كنقولوش أمهاه. بحال دابا المهاجرات نقول مهاجرات، نجمات، ممثلات. أما ياك أمهات اللاتي تيكون أمهات وتنطق تاء لا تنطق على هذيك. شكون اللي عفوا أنا راه توضرت. إذا ممثلات لا تنطق هاء، ما نقولوش ممثلاه، نجماه بحال الأمهات. تنطق التاء تنطق ولا تنطق هاء. راه كتبتها صحيح، راني اللي مقلوب فيك. أي لا تنطق هاء صحيح. إذا لأنها جاءت بعد مد ولا تنطق هاء بحال المهاجرات، أمهات، نجمات، ممثلات. إلا تنطقت لينا هاء هاء بحال نجمه بحال هادي هاهي رعاه. نقول رعاة ولكن هاد رعاة جمع جمع تكسير لأنها لا تنطق هاء. المهم هادي هاد رعاة رعاه لا تنطق هاء لأن جاءت بعد مد مد. هذه ماشي جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. يا مجادك المد هو ساكن ساكن. مألوفات بحال هذوك اللي دازوا في الاول لان جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم. رعاه نعم. اذا مشينا دابا جاوبت بيدي لانني بغينا نزربوا الفيديوهات بزاف. تعطلت هاد الايام مابقاش كنحط فيديوهات مشغول. اسند الفعل اخترع في الماضي الى الضمائر. انا اخترعت مبسوطه لانه فعل. نوع التاء مبسوطه لانه فعل. علاش؟ لان فعل. فاش كتكون فيه فعل انا اخترع انت اخترعت مبسوطه لانه فعل. ديك الكلمه عباره عن فعل. هي اخترعت مبسوطه لانه فعل. السبب لان الكلمه موجوده في الفعل. الفعل ما كنهضروش معاه دائما تاء مبسوطه. صافي. نجيو افرد الجموع يعني نقلب على المفرد ديال ابقار. بقره الات اله اله سيارات سياره رياضات رياضه كرات كره. هذه سهله هذه انا قد تراجعوا. صافي راحت الوليدات كيوحلوا في التاء شحال مره. ماشي شحال مره كتلقى ما كيكتب الانشاء فيه تاء مربوطه مبسوطه اللي كيما جات كيقدر. والمشكل هو تقدر تلقاه كاتب بقره بتاء مربوطه وتجي تلقاه في السطر الاخر كاتبه مبسوطه يعني كيقدر ماشي. اذا اضع التاء المناسبه في المكان الفارغ. انا بيت كتبت مبسوطه لان قبل اسم وقبل منها سكون. بيت بحال بنت. المركبه تاء مربوطه لان تنطق هاء. عمارات جمع مؤنث سالم لهذا مبسوطة. لعبت فعل لهذا مبسوطة. السعاب بحال هذيك الرعاة اللي شفنا. برزت فعل. طائرة رحلات جمع مؤنث سالم. فتاة بحال رعاة. عند واحد الألف هاد الألف مد وهي ما هي ما هي جمع مؤنث سالم. فتاة. أصنف الكلمة التي بها همزة همزة الوصل والكلمة التي بها همزة القطع. فين ما تبان لك ديك الهمزة مكتوبة هاد الهمزة هادي بحال اللي فوق أسماء هادي راه قطع. صافي بانت لك وحدة أخرى من غيرها عرف راه وصل. إذا هاد أسماء هاهي وكاين هاد الأسماء راه نفسها.
ارض هاي فيها همزه قطع، قلنا هادو كيكونوا فوق الالف بحال هادي بحال هادي بحال هادي، الوطني المهجري الميادين المختلفه، كل ما دون وصل. صافي، احول الافعال الماضيه الى افعال الامر وابين امتى فعل الامر ما كيكون ثلاثي، ياك الامر ثلاثي او الافعال هذه ما بيناش، هذه عندكم ما عرفتش شنو هي ودرت لها افعال ما بينها في القراءه. فاسمع، إذا كانت ثلاثي الأمر ثلاثي كنديروا ليه همزة وصل بحال هذا، سمع اسمع، فهمت؟ كتب اكتب، همزة وصل. ولا كان خماسي وسداسي من غيره بحال هذا اللي درنا ثلاثي، سوى درنا ليه بحال اسمع افعل، همزة وصل. هذا رباعي، أكرم أكرم، همزة قطع لأنه رباعي. شنو اللي فيه همزة الوصل غير الأمر؟ الأمر ديال الثلاثي والافعال الخماسيه والسداسيه كلها وصل، هي والامر الثلاثي، ما تبقى من الافعال كلهم همزه قطع. اكتب همزه القطع في مكانها، بدا كتبنا على الالف لان قبلها فتحه، هنا كتبت على الالف، هنا حيت هذه همزه متطرفه كنشوفوا الفتحه اللي قبلها، نشوفوا الحرف الحركه اللي قبلها، اما هذه همزه متوسطه كنشوفوها هي واللي قبلها، نشوفوها هي مفتوحه وقبلها مفتوح. هنا تاني مسؤول هي مضمومة قبلها السكون، والضمة أقوى من السكون، مسألة هي مفتوحة وقبلها سكون، إذا تكتب على الألف. بطء على السطر لأنها همزة متطرفة، وشنو قبلها؟ قبل منها السكون، السكون يناسبه السطر بحال جزء. مخطئ قبلها كسرة، والكسرة يناسبها الياء. وهنا خطأ هاهي على الألف لأن قبل منها فتحة. وعللوا لماذا كتبت ابن بالالف او بدونها، هنا كتبت انا بلا الف، ياك احمد بن سعيد من اصدقائي، لانها وقعت بين اسمين عالمين، كاين احمد وسعيد، ابن خليل استاذ، هنا جات في البدايه بدايه الكلام، ملي كتكون بدايه الكلام كذا ما نديروش لها، ما نديرو لها الالف. عمر بن عبد العزيز كذلك حذفنا الالف لانها وقعت بين اسمين عالمين. نعم، أكتب همزة القطع المناسبة، فأس فؤاد مليئة مسألة شؤون مئذنة، أما بين الجواب ياك، أنا أكتب همزة القطع بالناقصة في الكلمة أشياء شاطئ يجيء، هذيك يجيء، هذيك يجيء، يجيء ما تكتبش على الياء. هنا غتكتب على السطر لان قبل منها هذا سكون، هنا غلطنا، هادي هادي هنا تكتب بحال، ولكن المشكل فين كاين؟ راه كاين في هاد الياء ومكتبوها بحال هكا، بحال هكا خاصها تكتب ياء بحال هكا، الياء هادي ديال ليجي يجي نساو الهمزه، هادي يجي شا بحال هكا، يجي عدد او غتكتب على السطر، يجي او الياء الياء ديال الجيم، الياء ديال الجيم ها هي، وهاد الهمزة نكتبوها على السطر، لماذا؟ لأن قبل منها سكون ميت، مقروء على السطر لأن قبل منها المد اللي هو سكون ميت، نشأ ملء كذلك، هذا راه سكون، هذا سكون، لهذا كتبت على السطر، لؤلؤ على الواو لأنها ساكنة وقبلها وقبل منها الضمة، ها الضمة دي اللي غلبت، غلبت لينا هاد السكون هذا. أسألك ما في المثال، بما يتم النجاح، بما يتم النجاح، فيما تفكر نقول فيما تفكر، من ما نقول مما يتكون المنزل، عن ماذا تبحثين، عما تبحثين، بحال المثال اللي عندنا في القرآن كنقولوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم الذي هم فيه مختلفون. إذا وهذا صبعي، شكرا. صافي، أملأ الفراغ بالألف الليلة المناسبة في الأفعال الآتية، رأى دنا، إذا ندى رأى يرى، فما تكونش أصلها غير واو كتكون مقصورة، بحال هذه دنا أصلها واو، إذا ممدودة، هذا رأى يرى سعى يسعى جرى يجري، ما تكونش غير واو، ما يكونش اصلها واو كدار، هذا استلقى لانه هذا ما تكونش هنا الياء، هنا
ما تكونش الياء، الا كانت الياء كتكون ممدوده بحال هادي، واخا هي ماشي فعل ولكن ماشي مشكل، هادي بحال عطايا. اذا مصطفى، مصفى بحال مصطفى، صف مصفى، العصا، ذكرى، شذا، هدى، عطايا لان هذه قبل الياء صافي. احيط الكلمات التي خالف رسمها نطقها بحال هذه، خاص يكون واحد الالف ياك في النطق، نقولوا ذلك. اذا خالف نطقها كتابتها او رسمها، لك عاديه، هذه كاين واحد الالف هنا كنقولوه يعني انطقه ولا اكتبه، هو هي هذا تا هو، هؤلاء هؤلاء تا هي، خالف رسمها نطقها، تلك ما فيهاش شي مشكل، لكن كنقولوا لكن، ولكن كنكتبوا لكن، كتبوا لكن، ولكن هي تنطق لكن. وبقات لكم حاجه واحده سهله، صلوا على رسول الله.